بيته فين؟ هشوفه كده، هطلع يمكن الاقيه دايما بيخرج من بيته. دكتور، دكتور قصدي يا عم المخترع، مخترع دونجل، دونجل ارجوك ارجوك اديني مشروب يخليني اقوى رجل في العالم. انا هروح وانت اعملهولي، اوكي؟ انا هروح وانت اعملهولي. يلا سلام. هحول الكرياتيف، لازم يعمل لي محلول. انا هحولك كمان. انت طيب وانا هاخد ده مع ده اسيبهم في الصندوق، في الاخر يطلع لنا. اعمل ايه؟ انا عايز انام. خايف خايف خايف. انا عارف طبعا خبرة الاستاذ. خلاص نعم، هنا هنا هنا. ايوه هو ده، اكيد عمل لي المشروب السحري، اكيد اكيد هو. انا عارف ان هو يمكن يكون في الاخر نركب ونطلع ونشوف. لا خليك اهو المشروب. هو كان بيته فين؟ كان بيته فين؟ اهو اهو، هو شفت من المراية. جاهز المشروب؟ خد يا ما نفسي اشوفك يا عنبة. يلا اطلع يلا بره. كل مرة خد شفطة، لازم تقولي لي كده. كل ناديلي مرة ناديلي، قولي لي يا ولد يا ولد بصوت عالي الأول قبل ما يا ولد يا ولد. أيوة يا مخترع دونجل، صوتك جايب اخر. كنت شفت واحدة بس. ماشي يلا كلها سلام. نعم كمل كمل. شفت واحدة بس وتاخدها لما تبطل قوتك تقل. طيب تمام ماشي سلام. يا ما نفسي اشوفك يا عنبة، يا ما نفسي اشوفك يا عنبة. وانت كده بت ايه؟ اهو شفطه شفطه، تعالي لي يا عنبه. هاي ازيك يا عنبايه؟ انت تاني؟ تعالي لي تعالي لي تعالي لي تعالي لي يا عنبه. بتعمل ايه؟ هاتلك هاتلك يا عنبه، تعالي لي تعالي لي حبيبي. انت ازاي وشك اتطورت كده؟ عيب عليك، هو انا ولد عادي. تعالي لي تعالي لي يا عنب، تعالى لي يا عنب عنب. يلا اقعد كده، تعالى لي. هبطل اضربك، تعالى وبطل جد. هتفضل تجري انت، هفضل الحقك. خلاص يا توتي ادي ادي اهو اهو، اعمل كده وبص في الارض وهضربك ضربه صغيره في راسك ويا خلاص. انا سامحتك بس اوعى تعملها تاني، عارف؟ لو عملتها تاني هموتك. مش هعملها ماشي يلا امشي امشي من هنا، امشي امشي امشي، ابعد عن الحديقة بدل ما موتك. امشي من الحديقة خالص، امشي من المدينة. ها ها ها، وده عقاب اي حد متنمر. نرجع عربيتي بسرعة. يا عم الفلاح، كويس اني ما شفتش اللي اسمه عنبة ده. انت بقى تيجي تتشكرني؟ هتقولي هو ازاي بقى قوي كده؟ اقعد اسأل نفسك الاسئلة دي، ازاي بقى قوي كده؟ لازم اعرف ايه السر. هو قال رايح عند اللي اسمه دونجل ده، أيوة شاطرة، وهسأل عليه في كل مكان.
لغاية ما أعرف هو فين. هب 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 هب. أنا أغير لبسي، لازم أخرج. أنا أغير لبسي. أنت شفت، أنت شفت الواد اللي أيوة دونجل. أنا الدكتور دونجل، ولكن لابس كده علشان بحب أغير لبسي كل شوية لما أبقى لوحدي. الصوت ده اسمه دونجل. آه مين الواد ده؟ على العموم أنا ماليش دعوة، هنقعد هنا على الكرسي. ايه ده؟ اه انت مين يا ولد؟ عايز مني ايه؟ هو انت المعلم دونجل؟ ايوه انا. طيب اديني. هو انا والصغير كده كنت بتنمر عليه، فجأة بقى اقوى مني مش عارف ازاي. وبيقولوا ان انت اللي اديته حبة، فاديني حبة اقوى منها. طيب تمام. اوه هعملك التعويذة. خد بقى اقوى منك. يلا انطلق يا ولد. شكرا. ثانية، شفت كل يوم واحدة بس، لو اقوى هيتفتفت جسمك من كتر القوة، هيتفتفت كده زي الجبنة الرومي. يلا مع السلامة. خيرا. الواد اللي اسمه ده، الواد اللي اسمه يزيد، يزيد ده اخيرا شفتها واحدة بس بجد. خلاص قولي انا حاسس بقوة غريبة قوي، انا حاسس بقوة غريبة قوي. لما اروح اضرب الواد اللي اسمه عنبة ده. عنبة انت جيت لي، جيت لي. ازاي يا جولم، يا جولم يا عمو، يا عمو الحقني، الواد ده بيضربني. الحقني بالله عليك، الحقني الحقني والنبي والنبي الحقني بالله عليك عشان خاطر. انا سريع جدا جدا وعندي قوة رهيبة رهيبة. او ماي جود او ماي جود او ماي جود، لازم اقفل عليه من كل حتة. هوبا. يا رجلي. مش مشكلة، احذر اهالي البلد انهم يدخلوا بيوتهم. انت كده دخلتهم بيوتهم. حاسس اني مت خلاص. خلاص انا مت كده، يعتبر مت وهتدفنيني. اخيرا مات. اما ادفنه هنا بقى جنب بيته. يلا بيته كان عامل ازاي؟ ايوه كان ببابين اهو. هو ده انا هقولك ازاي تعملي القبر، اعمليه كبير كده. كده يا هبل اطلعي. اضربي اضربيني، يلا اضربيني تاني. بس بس ابعد يلا ادفنيني. يلا يلا ايوه انا طالع وهسيبهم هما الاثنين. اوف بقى انا مش هلحق. طب اقفل الدنيا بس كده. حبست الواد المتخلف اللي كان سادد عليا، وحبست اللي انا قتلته، وفضل يرجع. انا فين؟ ايه ده المكان ده؟ دول دفنوني بالحياة. لما ارجع بقى على بيتي. ده لما اروح بقى على كافيه لو سمحت. عايز
قهوة. أنا لازم انتقل من اسم عنبة، لازم اروح ده المحل الممل ده، لازم اروح للي اسمه دونجل. يلا روح على بيتي يا مخترع دونجل، يا دونجل 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 دونجل. دونجل ادونجل، الحمد لله انا بقى ما شفنيش ادونجل. لازم اروح للمعلم دونجل، قصدي المخترع دونجل. دونجل المخترع دونجل 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 دنجيلو. الناس بتقعد تقول له يا دنجيلو يا دونجل، في ناس بتقول له يا دونجل يا دنجيلو. احنا مخرطة شوية. معلم دونجل يا معلم دونجل يا معلم دونجل. دكتور دكتور يا استنى نخش البيت الاول. اهو البيت، اهو البيت. لا مش ده. ازاي بس؟ هو انت هتعرف بيت يعني؟ هو ده. ماشي في البيت. انا عايز المشروب السحري تاني لان واحد سرقه مني وانا نايم. ماشي بس ده اخر مشروب. ماشي اخر مشروب هتحطوه انتوا الاثنين، ولو التعويذه باظت انتوا الاثنين هتموت. يا لهوي خد يلا ما ترجعليش ابدا. ماشي هات هات يا مخترع، هات يا مخترع يا مخترع. نسيت خد. يلا اتعب. انا هشربه كله بقى وزي التعليم. واللي يحصل يحصل. القوة دي جسمي ما تفتفتش، انا حاسس اني بقيت قوي جدا. تعالالي يا عنبة. اشوفك بس يا عنبة. تعالى لي يا اللي اسمك عنبة. اهلا بك يا عنبة. ايه ده ايه ده ايه ده ده ما لحقتش اضرب نص ضربة. ايه ده مش انت كنت ميت؟ كان مغمى عليا بس. تعالى لي، مش هسيبك والله، والله ما هسيبك. لا 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 عمري ما هسيبك. خلاص قربي قربي، يغمى عليه او يموت ان شاء الله يموت. ماي جاد تعالى لي مش هسيبك. لا 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 انا كده تحت قرر انت ما تحتاني. تعالى لي انت هتضرب ليه؟ انا هضرب من غير رحمه لحد ما تموت. ليه مش انا؟ اعملي اعملي تعبت تعبت القوه مشيت. يا نهار اسوح. القوه مشيت جد. مش قادر اعمل حاجه. خد 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 خد. مش قادر اشوف من كتر الضرب. انا حاسس اني مت. او ماي جاد حرفيا دخل على الكهف ومات اصلا. ايه
سلام.